ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا في باقي فقراتنا. مساء الخير يا كويت، ووصلنا معكم مع وجود الدكتورة نورة العمير نائب مدير الطب الشرعي والعلوم الجنائية في الكويت. مساء الخير دكتورة. مساء النور، حياك الله معنا. الله يحييك، الله يسلمك، يعطيكم العافية على هذه الأنشطة. ما شاء الله نشاطاتكم كثير على مدار العام، والحين تحضرون للمؤتمر الأول للطب الجنائي والعلوم الجنائية. نحب نتكلم عن هذا المؤتمر وشنو راح ترتبون فيه. طبعا هذا هو المؤتمر الدولي الأول للطب الشرعي والعلوم الجنائية اللي يتم يعني تحضيره من قبل قسم الباثولوجي كلية الطب جامعة الكويت. المؤتمر بإذن الله راح ينعقد يوم الأحد 29/1 لمدة 3 أيام في هوليدي أن السالمية، ويسبقه ورشة عمل. المؤتمر راح يضم مشاركات من دول مختلفة للاستفادة من خبراتها. جميل، راح يكون إن شاء الله مثل ما ذكرتي من تاريخ 31 29 من إلى 31/1. جميل، من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء تقريبا. حلو، الأنشطة التي سوف تقام في هذا المؤتمر والتحضيرات له. طبعا المؤتمر مثل ما قلت في مشاركين عندنا اللي هو من جامعة الكويت، ومن عندنا اللي هو إدارة الطب الشرعي التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركات من منظمات ومؤسسات عالمية مثل عندنا اللي هو الـ International Academy of Legal Medicine والـ International Committee of Red Cross الICRC والـ European Council of Legal Medicine والـ Arab Union of Forensic and Toxicology، بالإضافة إلى عندنا مشاركات يعني الحضور راح يكون عندنا من دول الخليج، من السعودية، من الإمارات وقطر، دول عربية مثل مصر، فلسطين والجزائر ولبنان، ودول أوروبية مثل UK، عندنا سويسرلاند، وعندنا سبين، إيطالي، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى مثل الهند وأندونيسيا. جميل، حلو، يعني ما شاء الله راح يكون عندكم نشاطات وأيدي متعاونة معاكم من داخل الكويت ومن خارج الكويت. طبعا ناخذ شوية دكتورة نورة التفاصيل عن الكويت، شنو راح يتم طرح الموضوعات داخلها؟ هل هناك فعاليات راح تستمر أكيد 3 أيام؟ يعني فيكون في فعاليات كثيرة سواء كان من داخل الكويت المشاركين أو حتى خارج الكويت. طبعا راح تكون في مواضيع متنوعة وشاملة إلى يعني في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية. المواضيع اللي راح إن شاء الله يتم طرحها في ورشة العمل هو العنف الأسري. جميل. وكذلك اللي هو العمل الطبي الشرعي في حالات اللي هو الهجرة الغير مشروعة، كيفية التعامل الإنساني مع هذه الحالات والكوارث كذلك الجماعية، كيفية التعامل الإنساني والحضاري مع الجثث ومع أهالي الضحايا. المواضيع الأخرى راح إن شاء الله يتم طرحها عندنا من الإدارة، راح يقوم أطباء بتقديم حالات انتحار نادرة حصلت عندنا بالكويت، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة مثل المسؤوليات الطبية، وكذلك راح يكون في عندنا سيشنز في تخصصات أخرى مثل اللي هو علم السموم توكسيكولوجي، وعندنا كذلك اللي هو علم الأنثروبولوجي، وعندنا سيشن خاص في الفورنسيك راديولوجي اللي راح يتم في راح تكون في محاضرة عندنا انترناشنال سبيكر راح يتكلم عن اللي هو التشريح الافتراضي. فالمؤتمر بإذن الله راح يغطي مواضيع مختلفة وراح يتم فيها تبادل معلومات وخبرات، وكذلك راح يصير في أبديت يعني أحدث التقنيات في هذا المجال. جميل، هل راح يكون ورش عمل أم أنه محاضرات؟ يوم السبت راح يكون إن شاء الله اللي هو يوم 28 راح يكون في ورشة عمل، والمؤتمر راح يكون على مدى 3 أيام، راح يكون في محاضرات ونقاشات. جميل، برأيك يعني هذا المؤتمر شو راح يساهم في الساحة العلمية للأدلة الجنائية؟ طبعا عموما الهدف من هذا المؤتمر انه يصير في تطوير لتعليم الطب الشرعي في كلية الطب جامعة الكويت. جميل. علشان يتم في استقطاب اللي هو الكوادر الوطنية، وبالإضافة إلى تطوير العمل عندنا في الإدارة. طبعا تبادل هذه المعلومات والخبرات من ناس رواد في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية، طبعا هذا راح يثري المعلومات اللي موجودة عندنا، كذلك إنه راح يخلينا نكون أبديت في أحدث التقنيات عشان نقدر نستخدمها في مجال عملنا. برأيك الحين يعني ما شاء الله الكويت قاعدة تصير رائدة في العديد من المجالات سواء كان علمية أو حتى المجالات اللي تحتاج إلى أيدي خبيرة متطورة من خارج الكويت. الكويت ويا وين وصلنا في مجال الطب الشرعي والأدلة؟
طبعا الكويت والحمد لله طبعا هي رائدة في هذا المجال، وعندنا نخبة من أطباء شرعيين يعني خبرتهم تعدي 35 سنة ما شاء الله. طبعا الحمد لله يعني في تطور مستمر، سواء في عندنا المعلومات الموجودة عندنا، تقنيات نحاول بقدر المستطاع أن احنا نشوف شنو موجود في العالم ونحاول أن نطبقه، والحمد لله المجال العمل عندنا في تطور مستمر. وأحب يعني أضيف أنه يعني عموما في عندنا القضايا اللي تناولها يعني الطب الشرعي يعني هي عبارة عن تيم وورك، يعني القضية في بعض القضايا ممكن أن الطبيب الشرعي فقط هو اللي يبت فيها، ولكن في قضايا أخرى يحتاج إلى جهات معاونة أخرى سواء من إدارات أخرى موجودة في الإدارة مثل مسرح الجريمة، المختبرات الجنائية، أو إدارة الاستعراف DNA، أو حتى يحتاج يعني خارج الإدارة مثل مجالات طبية أخرى، علشان أنه يعني يجمع كل هذه المعطيات ويقوم بتحليلها ويبني عليها رأي يقدمه إلى جهات التحقيق والقضاء. جميل. طيب اللي حاب يشارك معاكم ويستفيد من المحاضرات أو حتى ورش العمل لوين يتوجه معاكم يوم الأحد؟ طبعا يتوجه عندنا إلى المكان المؤتمر اللي هو راح يكون إن شاء الله فندق هوليدي إن في السالمية. راح يكون في عندنا ريجستريشن مفتوح من طبعا هو الافتتاح الرسمي راح يكون يوم الأحد 9:30، فقبل الافتتاح راح يكون في عندنا اللي هو ريجستريشن، ممكن إنه يجي أون سايت يسوي ريجستريشن ويعني يقدر يدخل المحاضرات ويحضر النقاشات ويستفيد من كل المعلومات اللي إن شاء الله. حابة تضيفين شغلة معينة بحيث إن الناس اللي تتابعنا تستفيد منها من خلال الأونلاين أو حتى الحضور؟ والله أتمنى أن يعني مو يعني الناس لا تعتقد أن بس مجال الطب الشرعي هو علم الأموات أو أنه هو علم الجرائم، لكن هو فعلا في عندنا مواضيع حلوة وتمس ساعات المجتمع مثل موضوع اللي راح نتداوله في ورشة العمل العنف الأسري. بالفعل أتوقع يهم ناس وايد، فحتى الشخص اللي هو مو متخصص يعني حتى الناس من يعني الببليك يعني بالعكس they are welcome، يعني ممكن يجون يستفيدون وتعرفون على هذا المجال، في شغلات فعلا ممكن ان تفيدهم. لكن نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يكون هذا المؤتمر ناجح على كل الاصعده. دكتوره نوره العمير شكرا اللي ما تواجدت معنا. مشكوره تسلمي ما قصرتي. نتواصل معكم مشاهدينا في باقي فقراتنا. مساء الخير يا كويت. والهيئه العامه للزراعه دائما ما تحرص على زياده الرقعه الخضراء في الكويت من خلال زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء. نشوف التفاصيل في هذا التقرير.